السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. جيتكم اليوم ببريوات. كما كتعرفوا شهوات رمضان هي سلسلة طويلة كل نهار نتواجدين. جيت نعمل معكم طريقة ببريوات وكل واحد الطريقة ديالو. نوريكم الطريقة اللي كندير انا. بسم الله على بركة الله. قبل ما تنساو نذكركم بحال دائما اللي ما مشتركش معايا يتكي على الجرس اسفل الفيديو، واللي مشترك يعمل بارتاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده وباش تدعموني حتى انا نكبر. كما كنقول لكم بلا بكم ما غنكبر شي. وشكرا لكم بزاف التعليقات ديالكم والدعم ديالكم ليا. بسم الله على بركه الله. نبداو. عندي هنايا جداده كامله من بعد ما غسلتها وقطعتها. كما كتشوفوا غسلتها بالخل والليمون. المهم نتوما عارفين الغسيل الجداد ضروري خصو يطاس مزيان. عندي هنايا خمسه البصلات مقطعين على هذا الشكل، هذا طويل شرائح طوالين. عندي هنايا معدنوس. كما كتعرفوا معدنوس راه خص كميه لا باس ليها تكون كميه كثيره شويه. كيجي في بريوات رائع معدنوس، ضروري خصكم تكثروا منه. عندي هنايا نص كاس زيت بلديه ونص كاس زيت نباتيه، خلطتو مع بعضو. شو التوابل عندي هنايا؟ الخرقوم، سكينجبير، ها هو كيدخل من السرجم كنعتذر، وليبزار ملون اصطناعي، معلقه صغيره د الملحه، ونص معلقه د القرفه، ورق سيدنا موسى للتنسيم، والقرفة عواد. ان شاء الله يا رب يكون اذا معوطه. كنعتذر منكم غير قبلوا عليا، راني فتحت السرجم على حسب باش تبان الاضاءه معوطه، هنا شي حاجه تسحب. نتمنى الله يكون ذكرت معكم التوابل كاملين. بسم الله على بركه الله. نبداو طبيعة الحال. نبداو بالتوابل. هي طارت كما قلت في الهواء وحامضة، قطعت على هذا الشكل حتى هي كتحيد ديك الزفرة اللي كتكون في الجداد. واخا غسلتو بالليمون وهذاك، عفوا بالخل والليمون، وزيد قطعت هاد الحامضة كما قلتلكم كتعطي له واحد المذاق رائع. بسم الله. انا ما كنعرقش البريوات ديالي. كنعرفهم شي حاول نحرك فيهم هذا القناه اللي درت. شعل البوطه. من بعد ما شعلت البوطه كما كتشوفوا انا ما كنعرفو شي. دابا غنشوي البصله فوق منو ديريكت، ما غنطيبش الجداد الاولي. كاين الناس اللي كيطيبو الجداد الاولي، عادي ديرو البصله هو الجداد دغيا كيطيب. كيديش الوقت بزاف. عندي هنايا كاس د الماء، ها هو الكاس اللي كان فيه الزيت، عذرت فيه الماء. ما كنديرش الماء بزاف على حسب البصل، راه كافي كيطلق الماء. وخا الا كاع ما ضفتي الماء غايطيب لك الجداد في البصل.
الماء. دابا غنشد عليه غنشد على الطنجره ديالي نص ساعه تقريبا تبرم واجدي. بقاو معانا حتى لاخر فيديو. تبعوا معنا من الاول حتى الاخر فضلا وليس امرا. انتما كتشوفوا الجداد ديالي من بعد ما طابوا ها هما ان شاء الله يا ربي يكونوا كيبانوا. اضاءه انا صفيته من المرق. المريقات ديالنا ها هما. ديك الكاس ديال الماء اللي درت راه هو اللي كيبقى. عليها كنقول لكم ما خصناش نديروا المرق بزاف. خصناش نديرو المرقة باش ما يبقى ناشي المرق هنايا بزاف. عندي هنايا 8 د البيضات. كيبقى اختيار الواحد. كاينين اللي كيبغيو بزاف فيهم البيضات وكاين اللي كيفضل يبقى الجداد هايدا كباين. بسم الله نخلطو شوية. باش ما يطيب لنا شي البيض بوحدو والصفر بوحدو. دابا نخليهم مره مره ندوز فيهم هيدا المغروفه باش نحركو باش ما يلصقوش وباش ما يطيبو لنا شي كما قلت لكم السوم يتخلطوا مع هاد البصله باش ما كيجيوش يبانين. ها نتوما تبعوا معنا الخطوات. هما البيض دغيا كيطيب كيتعطلشي. دابا غنفرتت هاد الجداد غنحيد له العظام كامل ونرجع معاكم باش نعمرو بريوات ديالنا ونطويوهم. هانتوما هما دغيا كيطيبو ما يتعطلوش. حبيبات ديالي ها هما الجداد ديالنا وجدوا والبيضات مني طابوا. صفيت لهم شي حاجه ديال المرقه راه الا ما خليتهم شي غرزو كتبقى فيهم شي حاجه ماشي بزاف شي حاجه قليله. ها نتوما بقاتشي فيهم بزاف. عليها ضروري كنقول لكم ما ديروش بزاف للماء غير كاس ديال الماء يكفي. وخا جوج د الجدادات الخرارج غير واحد الكاس ديال الماء يكفي. بسم الله على بركه الله نبداو باش نطول البريوات ديالنا. خلي هادو على جانب. بسم الله. عندي هنايا الورقه شريتها انا كنديرها بصح ما كنديرهاش كبيره هيدا كنديرها صغيره شي نهار نشاركها معاكم. عندي المقله صغيره كنديرها غير المقله البغري. بسم الله هادي شريتها صراحة كل عام كنشريها من عند هاد الأخت كديرها ما شاء الله رائعة. كتجينا مزيونة ما شاء الله. نقطع حجم اللي بغيت. حجم قد هيدا يجيني شي بريوات كبارين ولا صغاري. يجيني جوج هنايا وهاد الطرف غنحيدو. نحاول نعبر قدو هنايا باش يجوني قد قد. هذا على جنب
قيس هذه عاوتاني بنفس الطريقة. نستمروا حتى نقطعوهم كاملين، نرجع معاكم باش نعمر. من بعد ما قطعتهم ها هما لويتهم في بلاستيكه، بلاستيك غذائي باش ما ي... كما كتعرفوا الهواء كيقلبس الورقه. دابا نبدا نعمر بسم الله من بعد ما طلقته. نعمرهم شي بزاف باش ما يطرطقوش، ضروري يكونوا القنوط عامرين. نجبرتهم خاوين هيدا، نزيدو فيهم شي حاجة ونستمروا. نهز شي موس، ما كنعملهم شي لطحين حتى شي حاجة. إذا جبرتوهم هيدا ما وغلوش هنايا ديرو لهم الطحين. هاهما حتى هنايا حتايا، ديرو التانية. نستمر نفس الطريقة اللي درنا في الأول. نكمل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. من بعد ما طويت واحد الكميه كما كتشوفوا الصينيه وباقي لي هنايا النص، ها هو كنعتبر هادو غنديرهم في الفران. من بعد ما دهنت الصينيه بالزيت هما ما كيلصقوش بصح حطيت ندهنوهم، ندهنوها طيب معاكم هاد الصينيه. وهذا نخليهم حتى نديرهم في المجمد. الرجل ديالها هو كيوجد الغداء، ايوا انا كنوجد بريوات غيسمح لي وصافي نتعدى عليه. هذا البنت هذا البنت ماشي مشكل، ايوا طويل البريوات ما بغاش يطول معايا ما كيعرفش. قلت له كلي الحوت
وجد لنا الغداء. ايوا انا نوجدو بريوات راه يكثر فيهم صافي. وقيلا ما عنديش نزيد وقيلا خصني نزيد شي وحده هنايا. ماما كيتنفخوشي خايجيهم دحسين ماشي مشكل ما تسرقشي. شوف اش كيدير شو ها شفتو اش كيدير هو كياكل من الطفسي ما كيخليش حتى نعمر بريوات. دابا غندهنهم بالبيض كاين اللي ما كيدهنهمش بالبيض وبصح الا بغيتي يجيو محمرين كيعطيو واحد اللون مزيان دهنهم بالبيض. دابا عندي الفران سخون شعلتو كنت طبقت فيها الخبز وخليتو هيدا كيشعل. ضروري خصو الفران يكون سخون باش كيطيبو كيعطي واحد القرمشة مزيانة. نتمنى من الله ما كنتش طولت عليكم الفيديو. صافي دابا غنديهم في الفران ونتلاقاش في النهائي بالبريوات ديالنا. هادشي ساهلين دابا نديرهم في الفران ونرجع نكمل الباقيه باش نحتفظ بيهم في المجمد. البنات هما البريوات ديالنا وجدوا قدمتو بهذه الطريقه هذه وطيبت غير واحد الصينيه كما ذكرت معكم على حسب اخر غنحتفظ فيهم في المجمد بهم عفوا. وطيبت غير هادو باش نوريكم وكما كتعرفوا راه غدا رمضان ان شاء الله. يا ربي الله يدخلوا علينا بالصحه والحنان ان شاء الله. انا عملتهم صبغتهم بالنهار ها هما اللي احتفظت بهم عملتهم في التشوبينه باش نعملهم في الثلج وكيبقاو مزيانين ما كيوقع لهم حتى شي حاجه خصهم غير يتستفوا معوطين. وهادو راه خلاص غناكلوهم اللي طيبنا كيجيو مقرمشين والورقه ما شاء الله عندها الورقه غزاله ما كتقطعش وكتحمر يجيو محمرين رائعين. نطلب من الله يا ربي ما يكونش طولت عليكم الفيديو وكنت خفيف على قلوبكم. ما تنساونيش بحال دائما كما كنذكر معاكم بالدعم ديالكم بلا بكم راه ما غنطلعش. كلشي بفضلكم وفضل الله تعالى ان شاء الله يا ربي. وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعوم الفائدة للجميع ان شاء الله. ايوا نخليكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف وعشركم مبروكة. هانتوما كتشوفوا قسمت معكم وحدة كيجيو رائعين الداخل. انا سبق لي درت معكم بريوات ودرت معكم الطريقة الطوي وقلت علاش ما نشاركش معكم هذا الفيديو هذا اللي درت اليوم. قلت نديرهم انا كيعجبني نديرهم دائما في ليله لا صباح رمضان كنديرهم. ايوا بسلامه عليكم تهلاو فراسكم.